أصفق الباس هذا الاخر تا هو خلي كنشوفو غير تفاهات ما كاينش شي حاجه زعما اللي معقوله ولا اننا متكونو جالسين كاسره مغربيه في الطبله كنسمعوا شي مصطلحات اللي خايبين وحشومه اننا نسمعوا وسط العائلات ديالنا. البرامج ديالنا الاذاعيه يجب اعاده النظر فيها. مباركه من التخربيق. بالنسبه للبرامج ديالنا الاذاعيه يجب إعادة النظر فيها، لا من ناحية المضمون ولا من ناحية الإخراج ولا الممثلين، نفس الوجوه. بغيت غير نعرف واحد الحاجة أنايا، واش هاد الشركة الوطنية دايرة عقد مع هادوك الممثلين؟ كاينين غير هادوك الممثلين هما خريج المعهد العالي للمسرح والفنون التشكيلية وهاد، تقوا الله في عباد الله، وكل واحد كيستحق شي حاجة عطيوها ليلو. مباركة من التخربيق. بالنسبة البرنامج ديال الأخ باسو اللي في المستوى، ناس اللي كتعصي ناس بطرق فكاهية محبوبة مقبولة، ناس اللي كتهضر في الواقع المعاش المغربي اللي كنعيشوه كاملين. علاش فحال هاد الفحول المزيان، علاش ما كتمولوش الدولة؟ علاش ما كتمولوش الوزارة الوصية؟ علاش ما كيعطيوه الدعم فحال كيعطيو الدعم للبرامج ديال الخزعبيلات وديال التكلاخ وديال قلة الحياة وديال المويلات وديال الشواد والليواط والتخربيق؟ شاش هاد الويل هذا صاحبي؟ ما كاين حتى شي حاجة، والله ما كاين شي حاجة بالله، كاين غير التخربيق. ما تتفرجش في رمضان، أنا تنفطر تنخرج، تنخرج تنتسارى مع راسي تنمشي للمارينا البحر، واش ندير في التلفازة؟ البحر أحسن لينا من التلفازة. التلفازة المغربية ولا في هاد الآخر تا هو خلي كنشوفو غير تفاهات، ما كاينش شي حاجة زعما اللي معقولة ولا النماذج اللي كنشوفو حنا خصهم يعطيونا، يعني خصهم يكونوا قدوة لكل الشعب المغربي وتكون شي حاجة اللي مزيانة لشي واحد اللي غيشوف شي حاجة اللي يدير شي حاجة اللي طليق ماشي اللي ما طليقش. مزيان هادشي اللي كنشوفوا حنا دابا التفاهات، اي حاجه في التلفازه كدوز دابا لا علاقه لها شي حاجه زعما اللي غادي تكون زعما شي حاجه للقدام، ما كاينش نتيجه والو. مزيان يعني الكوميديا شنو الكوميديا؟ مشات مع الفنانه اللي كانوا اللي كنا كنصنتوا لهم حنا وكنتفرجوا والدينا كيتفرجوا فيهم. الفنان كيوصل واحد الرساله بالفن، فهمتيني؟ يعني الضحك وكذا وكيوصل واحد الرساله وكتستافد منها. هادو يعني شي حاجه ما قدرت الماكياجات وقدرت الديكورات تيقتلوك بعدا بالديكوراسيون اول حاجه، وتيقتلوك بأغاني كيحطوا شي اغاني مجيني كنقولوا حنا بزاف، ما نقول لك لا حول ولا قوه الا بالله. ما كاينش شي حاجه اللي كاين لا حوار لا حتى شي حاجه ما كاينه. دابا رمضانيه فهمت، تكون جالس مع ولادك تخرج شي برنامج خايب تسمعوا مع ولادك، فهمت؟ بحال ديك الاشهار ديال الناموسيه، بحال الاشهار شي اشهار لا علاقه فيه، تكون مريح مع ولادك ولا مع الناس الكبار تحشم كاع، فهمت؟ برامج يكونوا مستوى لان عائله تريحوا، فهمت؟ الوالدين تريحوا مجموعين، فهمت؟ مستوى شي برامج يكونوا قليل الحياه شويه ما يكونوش، فهمت؟ كاين شي برامج زادوا فيه بزاف زادوا، فهمت؟ خويا البرامج ديال هاد العام الاولى ولا دوزيام ما كاين والو، ام بي سي 5 فيها ما يتشاف شويه هاد العام، ما كاينش شي برامج ثقافيه اللي هي زويونه، ما كاينش شي توعيه ديال سيدنا رمضان، شي برامج اللي هما ديال الدراري شي شويه ديال الصاله شويه ديال هذا ما كاينش شي، ونتمناهم الله يردوا البال لهذا الشيء هذا، لا ما كطرق والو هاد البرامج اللي كيديروا، وهاد الكاميرات الخفيه اللي كيديروا راه ما هياش. وهاد السلسلات اللي كيديروا ديال الرمضانيه ما كاين منها حتى وزه، ما كاين منها حتى، ما كاينش شي حاجه اللي هي كطرق للمجتمع المغربي.